المجلس الوطني لجمعية القضاة يبحث في اجتماع طارئ مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وأشكال التحركات القادمة. محاكاة لأجواء مهرجان الواحات بتوزر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ترويجا للوجهة السياحية التونسية. رئيس الوزراء التركي في العراق لإذابة جليد العلاقات بين الجانبين والجيش العراقي يواصل تقدمه في مدينة الموصل. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى نشرة الظهر للأخبار. عقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اجتماعا طارئا وذلك لتدارس الأزمة المتعلقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والقرارات وأشكال التحركات الواجب اتخاذها في الأيام المقبلة. هذا وجددت الجمعية استغرابها من ما وصفته صمت رئاسة الحكومة تجاه مطالب الهياكل الممثلة لعموم القضاة، منها الحوار في علاقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. ودعت الجمعية كذلك رئاسة الحكومة إلى التعجيل بإمضاء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، واعتبرت أن إصدار الأوامر هو السبيل الوحيد لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإرسائه طبق أحكام الدستور والقانون. باش يتم اتخاذ يعني قرارات والتحركات الملائمة للظرف، خاصة أنه لاحظوا أنه غياب الإرادة السياسية في التعجيل بفك أزمة المجلس الأعلى للقضاء، يعني بمجرد شكلية بسيطة تتمثل في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين حسب قرارات الترشيح لهيئة القضاء العدلي حتى تكتمل هذه التركيبة ويمكن عقد المجلس يعني انعقاد صحيح حسب الدستور وحسب القانون، ورغم يعني صدور قرارات للمحكمة الإدارية في أول أسبوع يعني الحالي نهار 2 جانفي 2017، لكن رغم هذا ما زلنا نلاحظوا أنه هناك يعني صمت وهناك يعني ما زلنا نلاحظ غياب الإرادة السياسية في التعجيل بإصدار يعني هذه الأوامر. في منتدى حواري نظمته صباح اليوم بتونس العاصمة المؤسسة العربية والإفريقية للدراسات بالاشتراك مع جمعية البرلمانيين التونسيين حول سبل إنجاح مساري الوفاق والتوافق، دعت المكونات المجتمعة بمجلس نواب الشعب إلى التسريع في إجراءات المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كأساس لإعادة بناء الوحدة الوطنية والسلام. وقد سجلت الندوة التي تعقد على هامش الذكرى السادسة لاندلاع الثورة دعم حركة النهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية السنة الفارطة. اللي صار في تونس شيء كبير في السابق قبل الثورة، يعني التجاوزات والمعاناة، لكن اللي صار في دول أخرى صار أضعاف مضاعفة من اللي صار في تونس، ووصلوا ضمدوا جراحهم ومشوا لقدام. بالتالي ما يلزمش معناها نقولوا يجي واحد يقول مستحيل أنا نتصالح مع في ضوء الشيء اللي وقع، لا، ما الدول كيفاش تبنات؟ ثم دول تبنات بعد حروب أهلية، احنا ما دخلناش والحمد لله وما ناش باش نهرب قدرة ربي. لازم الناس تكون عقولها كبيرة ونفوسها كبيرة وتحط هالمشاكل في ايديها مش في قلوبها باش نجم تتجاوز القدام. إلى موضوع آخر الآن، المدرسة الابتدائية راس العيثة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان مدرسة آيلة للسقوط منذ أكثر من سنتين حسب لجنة مكلفة من وزارة التربية. المربون والأولياء والتلاميذ نددوا بما اعتبروه مماطلة للسلطة المعنية والاكتفاء بالحلول الترقيعية. لم يبقى في مدرسة راس العيثة بمعتمدية الوسلاتية إلا قسم واحد يرتاده جميع التلاميذ من الفصل الأول إلى السادس وعددهم قارب 100، فقد تم إغلاق بقية القاعات لأسباب تتعلق بالسلامة وذلك منذ 3 أسابيع.
كل قسم ساعة معناها يجي يعدي إكزام. كان يسمونه السمان بلوكي معناها أسبوع مغلق، ساعة يدخل قسم مثلا الأول يعمل ساعة يعدي امتحان، وثم القسم الموالي توا حكاية ثلاثة جماعات معناها بيداغوجين ما يستقيمش خلاص. توا مثلا نعمل امتحانات بدون دراسة. قرار التخلي عن القاعات الثلاث أثار غضب الأولياء، كما دفع بالنقابة الجهوية للتعليم الأساسي للتدخل لفض الإشكال. مدرسة الابتدائية رأس العيثة منذ 18 أكتوبر 2014 تم إثباتها آيلة للسقوط رغم الوقفات المتكررة للإطار التربوي وللأولياء، لأنه مغابة المتابعة رغم إدراجها وفي طلب عروض في 28 جوان 2016، إلا أنه لحد اليوم ما صارش حتى تدخل. جي قداش مهندس لهنية هو مش يجيكم غدوة هو بعد غدوة ما ثم شيء. فاكل المطار معناها لهنية هذه تعبت بالميل المدرسة لهنية والشنطة مساكين معناها كلف لاليس فاستها ومسايب لا سيج لا شيء. المندوب الجهوي للتربية أكد أن عملية الصيانة انطلقت وستكون القاعات جاهزة مباشرة بعد العطلة، كما أعلن عن مشروع بقيمة 700,000 دينار لإعادة بناء المدرسة. يتمثل المشروع في بناء 4 قاعات جديدة، قاعة معلمين، مجموعات صحية للذكور والإناث، القيام بتسكيج المدرسة الابتدائية وتهيئة الساحة، وكإجراء أولي كمندوبية جهوية للتربية لتأمين على الأقل عودة عادية لتلامذة المدرسة رأس العيثة، شرعت مصالح المندوبية الجهوية بتكتيم السطوح والقيام بإجراءات أولية. في وقت تتحدث فيه وزارة التربية عن إصلاحات في التعليم، يطالب هؤلاء التلاميذ بتوفير أبسط الوسائل. عرفت السوق المالية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد انطلاقة إيجابية، حيث ارتفع مؤشر تورينديكس بنسبة 1.01%، فيما سجلت قيمة المعاملات تراجعا طفيفا مقارنة بالأسبوع الأخير من العام الماضي بمعدل معاملات يومي فاق 6,500 مليون دينار. وتعول بورصة تونس الأوراق المالية على إدراج مزيد من الشركات لتعزيز فرص التمويل. تتوفر مدينة قصر هلال على أكثر من 200 مؤسسة مختصة في صناعة النسيج لترويج أغلب منتجاتها بسوق الجملة للمنتجات بقصر هلال. بأكثر من 230 محلا تجاريا تم إغراقها بالسلع التركية والصينية، ما أثر على تجارة وصناعة النسيج المحلي وأدى إلى إغلاق عشرات المؤسسات. سوق الجملة للمنسوجات بقصر هلال أنشئت منذ حوالي نصف قرن، كانت فضاء لتجارة مختلف أنواع المنسوجات والمواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، يتزود منها الحرفيون وتجار الملابس الجاهزة من كل مكان بفضل منسوجاتها المحلية الأصيلة، لكنها لم تعد كذلك بعد أن تم إغراقها بالمنسوجات المستوردة، ما أثر على صناعة وتجارة النسيج بقصر هلال. السلع اللي يجيبها من تركيا ومن الصين أرخص أكيد، خاطر التكلفة من تعريض العمل البرا أرخص، وفما الدول اللي ما تخلصش الجباية بالكل كما يجيبوا السلع من الجزائر. علاش؟ خاطر الجزائر ما يخلصوش ديوانة. السلعة قصر هلال خالصة على القبضة وخالصة ديوانة وخالصة CNSS، وسلعة البرة لا ديوانة لا CNSS ولا قبضة. كيفاش تحب تتكلف كيف ما تكلفش كيف قطعة تدخل من البرة 10 ولا 20 واحد تقطع قسمه اللي موجودة في السوق. نجم نقوله 70-80% سلعة موردة، على خاطر تتكلف الكلفة متاعها أرخص، خاطر احنا تعرف في التوريد متاعنا الدولة نخلصوا الديوانة، حتى بالرغم اللي عنا صناعات ننسجوا فيها هنايا المستهلك بصفة عامة يلقى قطعة ب10 دينارات موردة وب15 تونسية بفضل الموردة خير. الكلفة من تاع البرة تتكلف أرخص من تاع تونس على خاطر الدولة ماهيش تشجع في الصناعة الوطنية التونسية. هذه الآلات التي غزتها الأتربة بعد أن هجرها العمال كانت مغازلها تمول سوق الجملة بالخيط ومشتقاته، توقفت عن العمل بعد توجه التجار إلى التزود بهذه المواد من الأسواق الخارجية. المؤسسة وقفت للظروف الاقتصادية الموجودة، قالوا ما تجيب الخيط
من برا ولا يجيبوا القماش من برا المصنوع حاضر يديكلارو عليه في ديوانه مثلا بدينار ولا دينار و500 بعد لا يخلصوا لا دروا دوان لا يخلصوا لا تبيع لا حتى شيء سوي كبير قلنا روحنا احنا مجبرين ما عادش نجموا ننافسوا كنا نزودوا في صناعيين في خساره الليل في صناعيين اللي يخدموا القماش في صناعيين يخدموا الانواع القماش كل كانت تخدم لنا في خساره الليل تشتغل بالنسبه لاربع سنوات ما بدينا بطريقه ناجحه برشا الان بعد الدخول كما قلت لك نعاود نقول الدخول العشوائي للماركات هذه ضرت وزاره التجاره مشات في اتجاه ان تسهيل وإعفاء بعض البضائع سواء كليا أو جزئيا من الأداء الجمركي اتفاقية بين تونس وتركيا فيها العديد من الإعفاءات اللي باش تخلي الناس تتجه نحو التوريد أكثر من التصنيع داخل المصانع نتاعنا مع وزارة الصناعة والتجارة حاليا باش نشوفوا حل المعضلة. صناعة وتجارة النسيج بقصر هلال دعامتا لاقتصاد المحلي للمدينة نمت بفضلهما قطاعات أخرى منها الخدمات المتنوعة تشهد الآن بدورها تراجعاً بتراجعهما. يعيش شارع الحبيب بورقيبة منذ صباح اليوم أجواء احتفالية ضمن يوم ترويجي للمهرجان الدولي للوحات بتوزر في دورته 38. التظاهرة الترويجية حضرت فيها الموسيقى والأكلات وأجواء الجنوب. في شارع الحبيب بورقيبة حضرت توزر عبر تقاليدها وعاداتها ترويجا وتعريفا بالمهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 38. فرق فولكلورية ومنتوجات تقليدية وأكلات جنوبية حضرت فجلبت انتباه المارينا بالمكان. أجواء حلوة حلوة على الأخر وفرحانة برشا اللي فما إيفينمون في تونس كيما هكا وكهو شارع ديما هكا شارع تونس ديما حفلة محلية الجو جو تحسه تونسي تقليدي تبارك الله. جبنا البركوكش تاع توزر وجبنا السف. البركوكش هذا يطيب بالعجينه ويتعمل يولي خشين شوي ويتفور وبعد يطيب في الصوص، الصوص نتاعها تنجم تحط فيه اللحم تنجم تحط فيه قرنيط ساش اللي تحب انت فهمني. بيه طحفونا برشا يعطيهم الصحه. حاجه معناها خارج العاصمه. حاجه تعجب. والله حاجه هايله برشا، انا هبطت بالصدفه لما حاله نلقى الجو هذا طلعت الدنيا كلها انا قاعده لهنا. اجواء يوم ترويجي اراد منظموه الترويج والتعريف بمهرجان الواحات بتوزر الذي ينطلق في 17 من جانفي الجاري ويتواصل حتى 20 من نفس الشهر. حبينا نجيبوا المهرجان لتونس العاصمه للناس اللي معناتها ما نجمتش تجي ونعرفوهم زاده بتوزر وبالجريد. حبينا زاده كيف لمسه وفاء للتوانسه اللي كانوا ديما يضربوا الموعد لدعم السياحه الصحراويه وكانوا ديما بحذانا حتى في الازمه الفارطه نتاع السياحه. دعوه للتوانسه الكل ان شاء الله باش يكونوا بحذانا من 17 حتى 20 جانفي ويتمتعوا بالطقس الباهي اللي موجود في توزر وحفاوه استقبال اهاليها ومرحبا بالناس الكل. وترويج المهرجان توزر هذه الدوره 38. تعرف اللي سنة عدد السياح التوانسة اللي مشاو للنزول زوز ملايين توانسة وخمسة ملايين ليالي مقضات في النزول. دونك هذا مهمية السياحة الداخلية والوقت نتاع المهرجان نتاع توزر جاي وقت العطلة المدرسية دونك أهم دونك برشا الناس باش يجيو حتى النزول الكل والفنادق معناها مليانين 100%. دعوة للحضور والاستمتاع بمهرجان الواحات بتوزر في أحضان الجليد وبين الصحاري والنخيل في صورة مصغرة لأجواء الجنوب. لكم أن تلتحقوا بهذه العروض متى شئتم بطبيعة الحال. سعد المزهر المهزرس فنان تشكيلي ونحات عصامي التكوين من قرية شننية الأثرية بتطاوين. فنان صنع لنفسه مسيرة فنية متفردة مستوحاة تقنية وموضوعا من محيط شننية الثقافي والمعماري والاجتماعي. في قرية شننية الأثرية النحات والفنان سعد المهزرس فنان تشكيلي عصامي انطلق منذ عشرات السنين ينحت مسيرة فنية خاصة به متفردة في مكانها وزمنها. نختم شوي على التراب وكل شيء متاع الجهة يعني نحاولوا بس نعملوا منه شوية كما رسومات خاصة تقنية العمل على الأعشاب وكل شيء استخراج يعني المواد
من الأعشاب. عشرات الأعمال الفنية المستوحاة تقنية وموضوعا من محيط شنيني المتعدد الثقافي والمعماري والاجتماعي أثثت عددا من معارضه. هي نخدم أكثر على البنايات القديمة وكل شيء، فهمتني، على المرأة الريفية وكل شيء، فهمتني، يعني على اللي بيرسوناج، يعني اللي شفتهم الشخصيات اللي شفتهم وانا صغير، يعني قعدوا لي يعني في الذاكرة في أعمال فنية وكل شيء، مع زاد شوية يعني بالأكريليك وكل شيء تقنيات يعني الحديثة. فنان عصامي مؤمن بخصوصية تجربته وانفرادية فضائه وعالمه الفني، فكان حلمه بإنشاء فضاء ورواق خاص به يعرض فيه أعماله وأعمال زملائه الرسامين والنحاتين. تعريف بالمنطقة، خاصة بالمنطقة أثرية كيما نادي شني كل شيء، يعني اشتغلت كثير يعني باش نفتح يعني رواق هذا باش يكمل، يعني فهمتني، وبرشا من الناس على الأقل من أصدقاء وكل شيء فنانين يجيوا باش يعرفوا بالجهة وكل شيء. في قرية شنني مبادرة مميزة تنضاف إلى مقومات سياحة ثقافية وبيئية وإيكولوجية باتت وجهة عالمية بحسب زائرها. إلى أخبار العالم الآن. في زيارة ينتظر منها الكثير خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى العراق مصحوبا بفريق حكومي رفيع. هذه الزيارة قد تساهم في ذابة الجليد الذي طبع العلاقات التركية العراقية خلال السنوات الأخيرة بسبب تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية ما اعتبر خرقا لسيادة البلاد. في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى العراق بعد مرحلة من السجالات والخلافات المتبادلة بين البلدين على خلفية وجود قوات تركية على الأراضي العراقية وتحديدا في معسكر بعشيق شمالي البلاد، وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع. زيارة أكد المسؤول التركي فور وصوله إلى العراق أنها تحمل طابعا سياسيا واقتصادي. زيارة استبقها المسؤول التركي بالتعهد لبغداد بسحب القوات التركية مع بداية استعادة الجيش العراقي مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، وبإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمسي أن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية. وبالتوازي مع مسار تنقية العلاقات بين دول الجوار، تواصل القوات العراقية معركتها مع التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي العراقية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي. وتفيد آخر التقارير الميدانية أن الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي واصلت تقدمها في مدينة الموصل الاستراتيجية، حيث دخلت أمس للمرة الأولى من المحور الشمالي تنفيذا لمرحلة جديدة من معركة وصفت بالأكبر منذ غزو العراق عام 2000. قائد عمليات قادمون يا نينوى أفاد أن 449 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي لقوا مصرعهم، وتم تحرير حيين جديدين من قبضة هذا التنظيم الإرهابي، ليرتفع عدد الأحياء المحررة شرقي الموصل إلى 50. وعلى وقع هذه المعارك يستمر نزوح المدنيين الفارين من أهوال الحرب الدائرة في المدينة، حيث رجح وزير الهجرة والمهجرين العراقي أن يتجاوز عدد النازحين من الموصل 120,000. حركة نزوح تواصلت خلال الأيام الأخيرة رغم تقدم القوات النظامية في عديد المحاور في انتظار تحرير المدينة بالكامل من تنظيم ظن أنه سيتخذ من ثاني أكبر المدن العراقية مستقرا له. أقالت السلطات التركية أكثر من 6,000 من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير عقبت محاولة انقلاب عسكري فاشل في شهر جويلية الماضي. وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم قد صوت لصالح تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كله. في سوريا قتل 25 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بريف حلب.
وتأتي هذه التطورات رغم استمرار الهدنة التي تخللتها خروقات متكررة. من جهة أخرى ينتظر الانطلاق في محادثات جديدة مدعومة من كل من تركيا وروسيا لإيجاد تسوية سياسية للأزمة. عقب فشل سلسلة مبادرات أطلقتها أطراف عدة لإيجاد حل للأزمة السورية على مدى 5 سنوات ما حال دون وقف العمليات العسكرية، ينتظر البدء في محادثات جديدة لبحث التسوية السياسية في سوريا. ويرى مراقبون أنه رغم الأمل في التوصل إلى حل سياسي، فإن اختلاف الأهداف بين الأطراف المجتمعة قد يضعفها. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا صرح أنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات السورية المدعومة من كل من تركيا وروسيا في 23 جانفي الجاري، مضيفا أن المفاوضات ستعمل على تثبيت وقف إطلاق النار غير المستقر الذي بدأ الأسبوع الماضي. وقال دي ميستورا أن محادثات أستانا فرصة هامة تمهد السبيل أمام مناقشات سياسية بوساطة أممية. من جانبها أكدت واشنطن دعمها للمحادثات بشأن التسوية في سوريا، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها منافسة لكل من روسيا وتركيا وإيران في تنظيم العملية التفاوضية، لأنه أكد تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي. في الأثناء أعلنت موسكو بدء خفض قوتها في سوريا، ويتزامن القرار الروسي مع تصعيد عسكري ميداني والتواصل الاشتباكات رغم استمرار الهدنة التي تخللتها خروقات متكررة. اليوم 25 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب شمال سوريا. جاء ذلك عقب مقتل 9 أشخاص بينهم 7 من القوات الحكومية وإصابة العشرات الليلة الماضية خلال اشتباكات قرب العاصمة دمشق. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، معتبرا أن ذلك سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مازق دائم. وقال عباس مخاطبا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: نتمنى أن لا يكون فعل نقل السفارة على أجندتكم، معتبرا أن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس خط أحمر لا تقبل به القيادة الفلسطينية. تمكنت السلطات الأمريكية من تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار في مطار فلوريدا، وهو جندي أمريكي سابق في الحرس الوطني، ولم تتضح بعد دوافعه للقيام بهذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص. هذه الصور هي للمشتبه به في حادثة إطلاق النار في مطار فورت لودردايل بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن أودع السجن. المشتبه به يدعى ستيبان سانتياغو، شاب في 26 وهو جندي أمريكي سابق في الحرس الوطني ومن المحاربين في العراق، لكنه تم تسريحه لضعف أدائه. وما زال الدافع الحقيقي للقيام بهذا الهجوم مجهولا، لكن مسؤولين قالوا إنه ربما تصرف بمفرده، فيما أفاد شقيقه بأنه كان يتلقى مؤخرا علاجا نفسيا. الذين كانوا شهودا على الحادثة التي خلفت مقتل 5 أشخاص وثمانية جرحى أكدوا أن منفذ الهجوم كان هادئا، سحب في صمت سلاحه من أمتعته لدى وصوله إلى المطار وتحديدا في منطقة استلام الأمتعة، وفتح النار على المسافرين حتى نفذت ذخيرته. عندها سلم نفسه إلى الشرطة ولم يحاول الفرار. تلك اللحظات كانت عسيرة على الحاضرين. كنت جالسا خارج القاعة وفجأة شاهدت هؤلاء الأشخاص يبدأون في الهرب وقالوا أن شخصا يطلق النار، لذا بدأت في الجري أيضا. لو تأخذنا 5 دقائق أخرى لكنا هناك، لأننا قد خرجنا على التو عندما وقع الهجوم. كان الفارق بضع ثوان. عملية إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وكان من السهل الحصول على الأسلحة بموجب قانون السلاح. وفي أسوأ هذه الحوادث قتل خلال العام الماضي في هجوم مماثل 49 في ملهى ليلي لمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا. في الرياضة الآن، أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء أمس بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة الحصة التدريبية الأولى، استعدادا لمواجهة المنتخب المصري وديا يوم الأحد المقبل انطلاقا من الساعة 5 وغاب عن المشاركة في حصة المنتخب الوطني التدريبية الأولى للاعبين ياسين الخنيسي وحمزة الأحمر ومحمد أمين بن عمر الذين اكتفوا بالعدو.
فيما خضع أيمن عبد النور إلى تمارين خاصة بإشراف المعدة البدنية. عوض مانشستر سيتي عروضه السيئة في البطولة الإنجليزية لكرة القدم بتحقيق فوز عريض على مضيفه ويست هام بنتيجة 5 أهداف دون رد في الدور الأول من مسابقة الكأس، وتناوب يحيى توري ودافيد سيلفا وأغويرو وستونز وهافارد بخطأ في مرمى فريقه تناوبوا على تسجيل أهداف مانشستر سيتي 5. توج الفرنسي سيباستيان لوب بطلا لسباق المرحلة الخامسة من رالي داكار الدولي التي أقيمت في الأراضي البوليفية بين توبيزا وأورورو، وأنهى لوب مسافة السباق البليغة 219 كيلومترا في 2:24 متقدما بأقل من دقيقة على الإسباني لاني روما. وفي سباق الدراجات النارية كان الانتصار من نصيب الإنجليزي سام ساندرلاند الذي قطع المسافة في 2:21 متفوقا على الفرنسي فان بيفرين. في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، الدورة 50 من المعرض السنوي لمسالكي الإلكترونيات التي افتتحت بلاس فيغاس الأمريكية تسلط الضوء على الهواتف الذكية وأبرز الابتكارات في هذا المجال في وقت أصيبت فيه سوق الهواتف الذكية بالتخمة وسط ما وصفه متابعون بخيبة منتجات دون أخرى مثل الأجهزة اللوحية وساعات الموصولة التي لم تجذب شريحة واسعة من الزبائن. في المقابل يتم المعرض في هذه الدورة بتقنيات السيارات والمنازل الذكية ما يعتبر خطوة متطورة للعقل البشري. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوينها. المجلس الوطني لجمعية القضاة يبحث في اجتماع طارئ مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وأشكال التحركات القادمة. محاكاة لأجواء مهرجان لوحات يوتيوبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ترويجا للوجهة السياحية التونسية. رئيس الوزراء التركي في العراق لإذابة شديد العلاقات بين الجانبين والجيش العراقي يواصل تقدمه في مدينة دمشق. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.